وأهلي بألمانيا طالعونا. اصبروا بهالكم يوم، اصبروا اكملنا الأسبوع، صرنا 14 يوم ما عاد فينا نتحمل يعني. وانا انا حمامة تحممت غير جمعتين بالزور حتى تحممت. انا ما لي متعودة جمعتين، بتحمم كل يوم او يومين. ايش وادية قرايبنا واهلنا كلنا بالمانيا، عشنا شفنا هالشوفة بتركيا، خرايك شوفه والله اشتغلت مثل الحمارة مشان اشم مشان نطلع لهون على اليونان. تعذبنا كتير بالبحر وإلا شوينا نموت كنا ننوع. البلم سيد يعني يقلب هيك وهيك، ولاد صغار فيها 70 واحد، صغير البلم 70 واحد فوق بعضنا. مشان ايش؟ مشان نصعد اليونان، نصعد على ألمانيا، نروح عند أهلنا. بس ايش هالشوب مثل السجن، طلع تقول حيوانة ولا ليرة ضاعوا مصرياتي كلهم ضاعوا. بس ايش بدنا نطلع لبرا نشم هوا؟ ايش هذا سجن كله وسخ وما بعرف ايش؟ اخي ما بدنا اكل، بس بدنا يفتحوا الباب. عرفنا ان نصبر كم يوم، ثلاثه كم اسبوع عرفنا، بس خلينا نطلع لبرا مثل خلو الناس يفتحوا لنا شوف البلد. بعدين انتوا ما بدكم مضبوط، انتوا مش مضبوط. ايش هذا يا